لوماج ارجع لكم مازلنا مواصلين معكم في لوماج حتى للتسعة. باش نحكيو توا على التلوث البلاستيكي في البحر الابيض المتوسط وحتى زادة في بلادنا. باش ناخذوا اكثر تفاصيل ارقام احصائيات على التلوث البلاستيكي. هذا معنا مهدي العبدلي مكلف بالاعلام والعلاقات العامه والاتصال بوزاره البيئه. مرحبا مهدي على اكسبريس اف ام. اهلا بيك ومرحبا بجميع متابعي ومتابعات اكسبريس اف ام. مهدي اصبحنا نلاحظوا برشا ونحكيوا عليه برشا الموضوع هذا في السنين الاخرى، سورتو انه الارقام اصبحت كل عام اكبر من العام اللي قبله. صحيح، البلاستيك للاسف ماده غذات العالم الكل، جات فتره من الفترات العالم الكل اتجه نحو استعمال البلاستيك في الحياة اليومية، لكن اتضح بالكاشف في من خلال الدراسات انه البلاستيك هذا عنده اثار سلبية على البيئة، اثار سلبية على صحة الانسان، وكي يقولوا صحة الانسان يعني اصبح يهدد الانسان في حياته، على غرار انه يهدد الانسان في وجوده على الارض هذه. واصبح زادة انه البلاستيك هذا خلينا نقوله هي مادة اليوم أصبحت تزعج عديد الدول في العالم، لذلك شفنا أنه برشا دول في العالم اتجهت نحو منع استعمال البلاستيك وتعويضه بمواد أخرى وحلول بديلة أخرى. جوست فقط الإحصائيات هو الأرقام الحقيقة راهو الأرقام مفزعة، الأرقام تخلينا ندقوا حتى نقوز الخطر معناها في حكاية في علاقة بالبلاستيك. للأسف في البحر الأبيض المتوسط يعتبر من أكثر البحار تلوثا، و75% من النفايات اللي موجودة على السواحل نتاعنا وعشطوط نتاعنا هي من معناها متكونة أساسا من مواد بلاستيكية أو من بلاستيك في حد ذاته. والكونسوماسيون زادة نتاع التونسي، وخلينا نقوله مش كان التونسي يعني دول مجموعة العشرين، يصل إلى حدود 451 مليون طن سنويا، معناها من هون إلى حدود سنة موفى سنة 2050. دونك نحكيه زادة نحكيه على 10% من النفايات في تونس هي نفايات بلاستيكية، اللي هو عدد كبير يتسمى بارابور للكونسوماسيون تاعنا كتوانسة للبلاستيك. السواحل التونسية كيف كيف قاعدة تشهد تدفق ما قرابة 9.5 كيلوغرام من البلاستيك في كل كيلومتر واحد، يعني كيلومتر الواحد قاعدين نشهدوا فيه في 9.5 كيلوغرام من البلاستيك اللي قاعد يغزوه. لهذا معناها سولون التشخيص الأول اللي تم إجراءه سنة 2021، والتشخيص هذا بين أنه أكثر الشواطئ تلوثا في تونس بالبلاستيك هي شواطئ المستير، الساقس، نابل، المهدية، المدنين. وهوني بالحق نحطوا إصبع عداء ونقولوا راو البلاستيك بالحق أصبح يشكل خطر كبير على تواجد الإنسان وعلى صحة الإنسان وعلى البيئة، لأنه أنت تعرف أنه أحنا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة البلاستيك هذاك قاعدين مالوريزمون قاعدين في الصحن البلا اللي أنت قاعد تاكل فيه في الحوت، قاعدين نلقاو البلاستيك هذاك قاعدين ناكلوا فيه انديريكتومون، لأنه حيوانات زادة قاعدة، حيوانات بحرية قاعدة تتأثر بالبلاستيك هذاك، كما السلاحف البحرية اللي يمشي في بالها انه البلاستيك هذاك معناها حريقة وقاعدة تاكلها، وشفنا تفاقم معناها الحريقة في السنوات الأخيرة جراء قل معناها الحياة، جراء معناها اللي قاعدة تتعرض له السلاحف البحرية واللي قاعدة الاندثار نتاعها. في تونس زاد عندنا معضلة أخرى نتاع الأكياس البلاستيكية اللي تفاقمت، واللي الإحصائيات تشير أنه السوق في السوق التونسية يتم بيع 4.5 مليار كيس بلاستيكي، من بينها 3 مليارات كيس بلاستيكي مصنعة محليا، و1.4 مليار من الأكياس البلاستيكية هذم قاعدين نجيبوا فيهم من برا وقاعدين يدخلونا للسوق التونسية. وهو يحب نذكر في الصدد هذا اللي الخطورة هذه يعني متاع البلاستيك ومتاع الأكياس البلاستيكية، الدولة التونسية والوزارة البيئة منذ 2015 خدمت على منع استعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد، وعلى الأساس ذاك سنة 2020 تم إصدار أمر الحكومي عدد 32 للناس الكل تعرفه اللي يضبط أنواع الأكياس البلاستيكية التي يمنع إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسوق الداخلي. هوني زاد البلاستيك راهو كماده تصنع في بعض الثواني، لكن تقعد الاف السنين ومئات السنين باش تتحلل في الطبيعه. دونك اليوم البلاستيك اصبح يشكل خطر على التوانسه، اصبح يشكل خطر على العالم الكل، واكبر دليل على هذا انه فما اجتماع يعني صار في 5 جوان، في قبل 5 جوان على البلاستيك
خاصة انه دول العالم الكل مشيت واتجهت نحو انه يكون فما كما نقولوا ميثاق باكت انترناسيونال لمنع استعمال البلاستيك هذا. واضح فما زاد رقم اخر كبير برشا مهدي الحقيقة اللي هو رقم 731 طن من البلاستيك يتلوحوا في البحر الابيض المتوسط، وذي اللي نلقاوها زاد معناتها مجموعة من الدول زاد هي اللي نلقاوها زاد مساهمة في البلاستيك هذا، منها اسبانيا ايطاليا معناتها فرنسا تركيا. لو كان هنا يظل البحر الابيض المتوسط كما قلت انت معناتها اصبح الكل نفايات وكله بلاستيك. ايفيكتيفمون هو راهو شوف كي نحكيو على التلوث بالبلاستيك في السواحل وفي البحر راهو انت تعرف اللي التلوث والبوليسيون جينيرالمون راهي ما تكون كي تمس منطقه راهي تمس منطقه اخرى، لانه الضرر البيئي هو ضرر ترونسفرونتالي يتعدى كل الحدود. يعني كي نشوفوا تلوث في تونس يعني السواحل التونسيه ملوثه بالبلاستيك، راهو هذا البلاستيك اليوم في تونس غدوه امواج البحر باش تهزوا للدول الاخرى على رفاف البحر الابيض المتوسط. وهوني راهو من هوني لازمنا نقولوا انه لازم يكونوا الناس الكل يد واحده، يعني دول المتوسط الكل والعالم الكل يد واحده للقضاء على التلوث الناتج على البلاستيك، لأن المسؤولية مسؤولية مشتركة، مسؤولية ما هيش مسؤولية محلية وإلا جهوية وإلا إقليمية، هذه مسؤولية دولية، دول العالم الكل مسؤولة تجاه معناها تجاه إنها تلقى حل للتلوث الناتج على البلاستيك هذا. وهوني أكبر دليل كما قلت لك تجسد من خلال الميثاق اللي معناها اللي اجتمعوا عليه في باريس دول العالم الكل بما فيهم تونس كانت حاضرة وشاركت في يعني في الايفينمون هذا الاجتماع هذا، وهذا ما يدل كان الا على التزام تونس وحرصها دوليا واقليميا وجهويا ومحليا زاده في القضاء على التلوث الناتج على البلاستيك. واضح يا سيدي، يعطيك الصحه مهدي العبدلي مكلب الاعلام والعلاقات العامه والاتصال بوزاره البيئه على كل هذه التفاصيل. شوي اخر راجعين معكم في بقيه فقراتنا، راجعين معكم بعد الفاصله.